هلا شباب، اليوم عندنا فيديو مال اللاب 3 مال RNA isolation extraction. ليش اخذنا هذا الشيء رغم احنا اخذناه قبل؟ ما اعرف، احنا اخذناه بالمولكولار بس ظهر انه جينيتك ما عندها مواد زايده، ف ساتي شفت شيء زايد او عاده انه شيء قديم. ننزل جوا، ليش دا ادرس الRNA؟ شنو السبب؟ اول شيء انه دا اقدر افرق بين البروتينات، دا اقدر اعرف الجينات، ودا اقدر همنا افرق بين الام ار ان اي. اكو انواع من الام ار ان اي، فدا اقدر افرق بيناتهم. تمام، يعني شغلته انه اقدر افرق بين ثلاث هاي الاشياء. يابا شنو هذا الار تي بي سي ار؟ حلو، الار تي بي سي ار اللي هو شنو؟ انه هو ريفرس ترانسكريبشن، يعني دا عيد مرحله النسخ. انا ما عندي دي ان اي، انا عندي بس ار ان اي، فدا اسوي من الار ان اي دي ان اي. اوكي، هو مو هالقد مهم بس الجوا اهم شيء. ننزل جوا، عندنا البرنسيبل، يابا شنو المبادئ اللي اقدر اسويها على مود اعزل الار ان اي؟ اول شيء اللي هو الار ان ايز اكتيفيتي، انزيم اثبط بيه الار ان اي او اتحكم بيه. فش راح يصير؟ هذا الانزيم اذا ثبطته ما راح ينكسر الار ان اي او ما راح يدمر الار ان اي، لان هذا الانزيم اذا شاف ار ان اي يروح يملخه. تمام، فهو لازم اثبط هذا الانزيم. اثنين، احذف شكو بروتين. ياب شلون احذف هاي البروتينات؟ اكو فينول واكو كلوروفروم، هذول يحذفوا لك اياهم. زين ياب لازم افرق، لازم افصل الار ان اي عن الدي ان اي. ياب شلون افصلها؟ اكو ريموف اوف دي ان اي، احذف الدي ان اي، اكو مواد تحذف الدي ان اي. سلكشن اوف بولي اي، ما اتذكر كان ايات 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 احذفها من هناك وبعد اختارها. فما هاي النقطه مو هي المهمه. ننزل جوا، عندك الانزيم هذا، هذا الانزيم شنو؟ انزيم يكسر الار ان اي اللي هو الار ان ايز، انزيم ذات degrade the RNA. هاي ياب اكو فد release from the cellular compartment، يعني من مكونات خلوية. وشنو يعني هو هذا الانزيم؟ ينتج من هاي المكونات الخلوية. فاحنا شنو لازم نسوي؟ لازم نعزله عن هذا biological sample. تمام، فا اوكي لازم نسوي له inactive، يعني بين قوسين هذا الانزيم نسوي له inactive. ننزل جوا، عندك protection against the RNA. ايش لازم البس؟ شو لازم اسوي على مود امنع الاصابه منه؟ اول شيء جلوبس، البس شفوف. اثنين، لازم شنو؟ لازم اكون التيوب مالتي خالي من الار ان ايز، هاي وحده. اثنين، لازم يكون عندي بايبد وبيها تيب، يعني مو اجي اسحبها مثلا من خاشوق او شيء، لا بايبد، عندنا بايبد نستخدمه. عندك ار ان ايز فري كيميكال ريجنت، لازم مواد الكيميائيه لا تحتوي على الار ان اي. حلو، عندنا الماتيريال. يابا هاي شنو هاي الماتيريال؟ الماتيريال ها لازم تكون متعرضة للحرارة 180. اوكي، ولازم نغسلها لو بالمي، لو بالان اي او اتش، لو بالهايبوكسوريت، هذا الصبغ مال الشعر يستخدم كالاكسجين مال الشعر. ننزل جوا، عندك هنا المواد المثبطة، هذا الانزيم اذا شاف الار ان اي ملخه، فاني لازم اعطيه مواد مثبطة اللي هو الار ان ايز انهبيتيتور. تمام، من امثال المواد المثبطة اللي هو تشا تشاكتروبيك ايجنت، اللي هو مثل شنو؟ الجودين ان اكتيفيت، وعندك بريسيبيتيت ار ان ايز، وعندك اذر بروتينات، حتى اكو بروتينات تمني ثبطه للار ان اي ار ان ايز الانزيم. يابا شنو السامبل مالتنا؟ يابا السامبل مالتنا لو يكون تيشو نسيج، لو يكون زراعه من خليه، ناخذ خليه نزرعها، لو بودي فلويد سائل من الجسد مثل بول او سي اس اف او الدم. تمام، ننزل جوا، اقول لك شلون اخذنا. احنا عندنا الفلاش فريزون ان ليكويد، هذا شنو؟ نيتروجين سائل اذا شايفه يخلي درجة الحرارة سالب 70 وينخزن بهذا السائل. زين، فاكو فد بفر شي يسوي؟ يمزقه وبعدين يتجانس، تمزيق وتجانس. اوكي، بعدين نطب التفاصيل. نزل جوا، عندك السيال، الخلية لازم تتحلل وتتجانس. كالتشر سيل ار لايسس، هاي وحدة لايسس يعني شنو؟ يعني تحلل. اما هيمو جينوسيد يعني شنو؟ يعني تجانس. حلو، فاحنا شنو نستخدم؟ نستخدم لايسس بفر، هذا البفر هو اللي يقدر نستخدمه عند حالة السياب. عند التيشيو يابا لازم شي يصير بيه تمزق disrupted. وهاي الماتيريال، المواد، عندنا الخلية، عندنا نوع الخلية اللي هو human unbolotocvin enthrolic cell، ناخذها من الوريد، يعني خلية طبيعية. الخلية الطبيعية لازم يكون أقل شيء عندها 293 تي سيل، أعتقد هواية تي سيل.
زين مو خلايا مناعيه اللي هي التي سيل اللي هي ترانسفورمد سيل يعني متحوله، فد نوع من الخلايا احنا ما قرونا اياها بس هيك شيء يعني معلومه تيجي تكتبها. عندنا ترازول، ترازول شنو يسوي هذا ترازول؟ ترازول يفكك الدي ان اي والار ان اي. زين اذا احنا هسه احنا بهاي الحاله نريد نفكك الدي ان اي فانت تكتب بس دي ان اي. سكابلر اللي هو شنو؟ سكابر اللي هو شنو؟ يقشط. شاف هذا اللي يقشط مثلا تروح عند الحبداني يجيب لك هذا مثل المقشاطه اللي هاي. زين تقول مثلا اريد زنود الست يجي هو شي يسوي؟ يقشطه بالمقشاطه ويعطيك اياها، ما ياخذها بايده. تمام عندك الكلوروفورم قلنا انه هو يفكك البروتين او يزيل البروتين. عندنا الازو الكحول، هذا الكحول شي يسوي؟ الكحول يترسب، يرسب الار ان اي. الار ان ايز نحتاج شويه منه ونحتاج انه نخففه بالماء. فعندنا هاي السبع مواد نستخدمها. ننزل جوا البروسيجر هيجي خريط، ننزل جوا ننزل جوا ننزل جوا. عندك البلاد، يابا شنو هذا البلاد؟ بقى لازم انت تسوي كولكشن مال البلاد. فنحتاج الى شنو؟ انتي جوجولايت اللي هو شنو؟ المواد اللي تمنع تجلط الدم وتخثرها، مثل اي دي تي، مثل انتي جوجولايت، مثل السترايت، الهيبارين، الاي سي دي، هذول انواع يثبطون لك الدم. نزل جوا عندك البلاد، لازم يفوت بشغلتين، لازم يصير لايسس بشغلتين او تفكك بشغلتين او انفصال بشغلتين. الدم لازم افصل الكريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء. زين الحمراء اذهبها بالزباله يابا، ليش؟ لان ما تحتوي على نواه. يعني من ما تحتوي على نواه يعني ماكو، لا يوجد ار ان اي، فطز بيها ما احتاجه. هنا انزل جوا اقول اوكي الوايت بي سي شنو هذا؟ الليكوسايت. الليكوسايت احنا الهدف مالتنا على مود الار ان اي. ليش نبي ار ان اي؟ تمام. فاول شيء ايش اسوي؟ افكك الار بي سي او الكريات الدم الحمراء بايش؟ بهايبوتونيك بفر. هذا البفر اللي يوخره، يوخر خلايا الدم الحمراء. شو يبقى؟ يبقى عندي البيضاء. البيضاء اقدر ازيلهم او اطلعهم بالسنترفيوج، يعني امر طبيعي. زين لا الليكوسايد لازم افككها او اسوي دينيتشر رينج، يعني افككها اكو في البفر يسوي ديناتشوريت انج بفر اللي هذا يفككها. فمو استخدم هذا البفر، هذا البفر راح يسوي ان اكتيفيت اوف ار ان ايز، راح يتفك، راح يثبط هذا الانزيم اللي يكسر الار ان اي. فشو اسوي هسه حاليا؟ اسوي شنو؟ تجانس بالخلايا، عفوا اكسر امزق الخلايا واجانسها. حلو ننزل هنا ار ان اي اكستراكشن بروتوكول. يابا على مود على مود اعزل الار ان اي احتاج الى شنو؟ ترسبات الاملاح، ارسب املاح. تمام. اورجانيك اكستراكشن او التكسير العضوي، لازم اعزل المواد العضويه او اكسرها. زين افينيتي اللي هي تنقيه، بيوريفيكيشن، يعني لازم انقي الار ان اي. بالاخير اختار الام ار ان اي وازيله. فهنا قال لك البروتوكول شنو؟ تيجي تعدد هذول بالاحمر. نزل جوا عندك اورجانيك اكستراكشن اوف توتال. زين شلون اني ازيل المواد العضويه من اصل الار ان اي ككل؟ اول شيء استخدم لايسيس هيمو، اللي هو لايسيس والهومو جينوسيس اللي قلنا له هو يفكك الار ان اي لو دي ان اي، فازيله بالترازول. شرحنا احنا فوق الترازول فوق. فالاورجانيك فيسز لازم اعزلها من ايش؟ من الاكويوس فيسز اللي هو شنو؟ المواد السائله. تمام. ننزل جوا فاكو فت خلايا راح تتحطم. زين خلايا تتحطم والجينيتك دي ان اي، وانا اخليهم بالفيلم. تمام راح يظهرون بشكل فيلم. زين فش اسوي انا؟ ازيلهم واخلي الار ان اي بتيوب واحده، اخلي الار ان اي بتيوب خاص بي، ويكون الار ان اي هذا مترسب. بس في الحاليات الار ان اي مترسب اذا تباوع بهاي الصوره. حلو اعتذر. زين نزل جوا عندك اورجانيك اكستراكشن، شنو الفوائد مالته؟ اول شيء كونتابيليتي، تكون متوافق ويا عديد من السامبلات، من انواع السامبلات. اولا يصير بالسامبل الصغير والسامبل الكبير. حلو محتاج تكنولوجيا، يكون رخيص، هاي فوائده. شنو سلبياته؟ يابا من يكون اورجانيك سولفنت يعني مذاب عضوي، نحتاج الى مذاب عضوي. عندك هاي not high throughput، يعني مواد عالية مو عالية الانتاجية، انتاجيتها قليلة فما يفيدنا. my RNA may contaminated with DNA، يعني احتمال يكون متلوث بالDNA. زين عندنا التقنية الثانية اللي هي affinity purification. purification يعني تنقية، شلون اسوي نقي الRNA هذا؟ اول شيء lysis of large particle، المواد الكبيرة او المواد المتحطمة من الخلايا احذفها. تمام. هنا شي يصير؟ يقول لك استخدم الكحول. اوكي الكحول شي يسوي؟ remove the contaminated
ذاك نيكلوك أسيد ستيك وذ غلاس ممبر. يعني شنو؟ يعني أحذف المواد المتلوثة مثل الحمض النووي DNA أو DNA بين قوسين. أستخدم DNA's إنزيم. هذا DNA's إنزيم أي شيء DNA's يعني شنو؟ يعني يكسره أو يحطمه. remove the contaminated RNA. أخير شيء أستخدم فد بفر اللي هو purification RNA washing off. أغسله وبعدها يصير واحد الRNA. نزل جوا شنو فوائد مال Infinity؟ Infinity بقى advantage مالت اللي هو eliminated the organic. تمام، اللي هي زال فد واحدة من السلبيات اللي هي organic solvent. تمام، أدك شنو هنا؟ DNA treatment eliminated the contaminated of genetic DNA. حلو، هذا الإنزيم سوى حذف لي شنو أو إقصالي الDNA، وخر الDNA، بقى لي بس RNA. الRNA صار بتنقية ممتازة ويكون integrate، يعني يكون يعني فده متماسك. نزل جوا تبع أنه هاي المزمع صارت تخريط هاي.